نشهد المجال التربية البدنية في المواقع المدرسة المكيفة لذوي الاحتياجات الخاصة بحضور أبطال من الأبطال البارا أولمبيين اللي شرفونا. القطاع يشرف على 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الإعاقات الحركية البصرية السمعية والذهنية. والدخول المدرسي لسنة 2024-2025 اشهد دخول ما يزيد عن 35 ألف تلميذ وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الأقسام المتخصصة بقطاع التربية الوطنية اللي تفوق 1304 قسم خاص لمختلف الإعاقات في إطار الإدماج في الوسط العادي لهذه الفئة. أكيد راح يكون دعم وزارة الشباب والرياضة دعم يعني قوي خاصة لهذه الفئة اللي عندها يعني احتياجات خاصة. كل كوادر وزارة الشباب والرياضة مجندة لإعطاء دفعة نوعية لهؤلاء الشباب والأطفال الصغار حتى يعني يتطوروا ويتقدموا ويتعزوا إمكانياتهم لإعطاء يعني نتائج أحسن في على المستوى القريب إن شاء الله. دولة خصت يعني إمكانيات كبيرة بار إكزومبل الألعاب الأولمبية للصم البكم، يعني راهي ألعاب اللي عندها أمبلور مونديال، دونك رانا نشوفوا باللي هذه المدرسة راهي هذه هي اللي يمكن المكان اللي نحضروا فيه الأبطال تاعنا، يعني منها مثلها مثل المدارس الأخرى، يعني إن شاء الله من هذه المرحلة رانا نحضروا لأبطال إن شاء الله راح يشرفوا الجزائر في محفل كبير كما داف لامبيكس إن شاء الله اللي راهو معترف به عالميا والدولة مدت له إمكانيات خاصة وقيمة كبيرة. على مستوى المدرسة ما نقوموش برك ببرنامج تربية بدنية، نحن نقوم بمختلف الدورات الرياضية الترفيهية، الهدف منها يعني غرس روح الإتقان في نفوس التلاميذ، تكريس مبدأ المنافسة في التلاميذ، شعور بالإنجاز، العمل الجماعي، يعني هاد العوامل كامل راح تسمح للتلاميذ تاعنا بتنمية مهاراتهم باش يكون عندهم تحصيل دراسي جيد.